سحب على دولارات وعربيات وايفونات ذهب. الشاب شاكر على التيك توك بيعلن عن مسابقة نار في الوطن العربي كله، وبعد ما حقق ملايين من التيك توك داخل في تحدي جديد وبيطلب الدعم. بس مين الشاب شاكر وازاي يسيب الهندسة عشان يفتح لايفات ويركب اغلى عربيات؟ خليكم معانا وانت تعرفوا حكاية الشاب المصري شاكر، اشهر تيك توكر في مصر، مشهور باللايفات والجولات اللي بيعملها ومغرقة مواقع التيك توك وبيتابعه ملايين من مصر والوطن العربي. شاكر كان طالب شاطر في الثانوية وكان نفسه يدخل هندسة، بس مجموعه ما نصفهوش يدخل كلية قريبة ودخل هندسة العريش، واتخانق مع الدكتور في أول محاضرة ليه وساب الكلية بعد شهر عشان يسحب ورقه ويدخل كلية الشرطة. بس فجأة يسيب كل ده ويحط كل همه في السوشيال ميديا. في البداية كان موجود على تطبيق مشهور، وصل لمرحلة انه كان رقم واحد على مستوى مصر، ليه متابعين بالملايين عليه، والاغرب انه كان طالع بصوته بس، لكن رغم كده بقى ليه معجبين كتير وعمل فلوس حلوة جدا. بس شاكر حس ان الابليكيشن ما بقاش زي الاول، فقرر يدخل مجال التيك توك عشان يبقى رقم واحد عليه. وبعد كام شهر على التيك توك شاكر خطف الاضواء من ناس بقالها سنين. صحيح في البداية كان في ناس كتير تعمل معاه مشاكل واتكلمت عنه في اللايفات، وكان اللايف بتاعه في البداية بيعمل 300 متابع بس، لكن دلوقتي اللايف بقى يوصل لأكتر من 20 و30 ألف متابع في اللايف الواحد، وأقل لايف بيكون فيه 15 ألف متابع. وفي قانون التيك توك متابعين أكتر في اللايف يعني هدايا أكتر، وسود ملهاش عدد، والأسد الواحد بيعمل 300 دولار، هو بياخد النص والتيك توك بياخد النص، وبيعتبر اللايف ده شيفت كامل، بس محدش مسؤول عنه ولا مدير ولا غيره، هو مسؤول عن نفسه وعن نجاح شغله. وعشان كده بيفتح اللايف يوميا اكتر من 9 ساعات على برنامج التيك توك، وكل ده عشان يقدر يحقق ارباح من التيك توك تحت حساب اسمه شاكر محظور دلوقتي. وياما نزل فيديوهات للهدايا اللي بتوصل له من المتابعين، وبقى بيركب عربيات تمنها بالملايين، وتقدر تقول عليه رشدي اباظه التيك توك، خصوصا انه بينزل فيديوهات ليه وهو في الجيم ومهتم بشكله ولبسه جدا، وده بيعمل له شهره كبيره على التطبيق. بس الجديد بقى ان داخل في مسابقة ضخمة هتتعمل في لبنان خلال الساعات الجاية، وهتكون عبارة عن جولات تحدي على موقع تيك توك بين 8 تيك توكر، وكل واحد بيمثل دولة عربية، واصحاب المسابقة اختاروا شاكر عشان يمثل مصر. وعشان كده شاكر بيطلب من كل احبابه يساعدوه عشان يدخلوا يدعموه باللايف، خصوصا ان الجايزة ايفون 16 ذهب بالكامل غير هدايا تانية كتير. وقال انه هيفتح لايف على صفحته من قبلها، وانه هيوضح لكل الناس ازاي تشارك في المسابقة دي، وان في حملات دعم كتير هتتقدم للمشاهدين، ويكون في سحب على عربيات وفلوس بالدولار كمان، وان كل اللي هيشارك منها هيستفيد. قول لنا جربت تشارك على جولات التيك توك قبل كده؟ وهل شايف انها وسيله كويسه لكسب الفلوس؟ وسمعت عن التيك توكر شاكر ولا لا؟